السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، لقد أحضرت لكم خبر يعني حصري وساخن جدا. أسطورة من أساطير مانشستر يونايتد يطالب إدارة الفريق بحسم صفقة تاريخية مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز. هذا كما تعلمون جاء في تصريحات لقناة سكاي سبورت البريطانية اليوم. كشفت أسطورة نادي مانشستر يونايتد رايان جيجرز بأن إدارة مانشستر يونايتد مطالبة بتعزيز الفريق بأسماء جديدة في الماركاتو القريب وهو في ماركاتو الصيف. وأكد أعزائي مشاهدينا جيجز بأن إدارة الشياطين الحمر مطالبة بتدعيم الفريق بأسماء جديدة في الصيف المقبل، وحيث اقترح جيجز كل من اللاعب رياض محرز المتألق في نادي مانشستر سيتي وكوليبالي مدافع نابولي، وبالإضافة إلى إيريك داير لاعب نادي توتنهام الإنجليزي. أعزائي مشاهدينا، في الأونة الأخيرة شهدنا العديد من الأندية الاحترافية تريد ضم النجم الدولي الجزائري رياض محرز، ومنها نادي جوفانتوس ونابولي وحتى مانشستر يونايتد. أعزائي مشاهدينا، وهناك إشاعات تقول أنه زيدان سيضم يعني نجم الجزائر الى ريال مدريد. اعزائي المشاهدين، هذه اشاعات، ولكن الثلاث الانديه التي قلتها مانشستر يونايتد وجوفنتوس ونابولي يعني لم تكن اشاعات، بل كانت يعني اخبار حقيقيه ونشرتها انا شخصيا وتاكدت من هذه المعلومه في قناتي. اعزائي المشاهدين، رغم ظل هؤلاء يعني كل الانديه التي نادت عن استقدام رياض محرز الى صفوفها، رجاء أعزائي مشاهدينا قولوا لي في التعليقات من هو النادي الأصح ومن هو النادي الذي سيخدم لصالح النجم الدولي الجزائري رياض محرز، هل هو جوفنتوس أو نابولي أو مانشستر يونايتد؟ أعزائي مشاهدينا، تبقى هذه تساؤلات، ومن يريد أن يجيبني على هذه التساؤلات فمجال التعليقات مفتوح للجميع أعزائي مشاهدينا. وهنا ينتهي هذا الخبر، ولكن قبل انتهاء الفيديو أعزائي المشاهدين رجاء شاركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ونلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.